استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وقد نوه سموهما بما تشهده مملكة البحرين من حراك على صعيد المؤتمرات والمعارض المتخصصة في الشأن الاقتصادي والصناعي والعسكري والرياضي، ما يؤشر إليه ذلك من الثقة في قدرة مملكة البحرين على احتضان وتنظيم كبريات الفعاليات. مؤكدين سموهما على استمرار الحكومة في دعم وتعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات لدورها الأساسي في دعم استراتيجية المملكة نحو تنويع مصادر الدخل. وشدد سموهما على أن توالي احتضان مملكة البحرين للفعاليات الأمنية والعسكرية العالمية الكبرى يعكس حرص مملكة البحرين على دعم كافة الجهود الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار، فضلا عما تؤشر إليه للشراكة الاستراتيجية القوية بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم في مكافحة الإرهاب وتوفير المناخ الآمن والمستقر عالميا. إلى ذلك، فقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عددا من المبادرات التي تستهدف تطوير العمل الحكومي وتوحيد الجهود للارتقاء بمستوى الأداء، مما يجعل المنتج الخدمي الحكومي يسير وفق نسق تصاعدي يلبي تطلعات وطموحات المواطنين في هذا الجانب.